الحروب والأزمات التي تعصف ببلادنا تسببت بتعطيل المراكز والمؤسسات الخدمية الضرورية للمواطنين حتى تلك الواقعة بالمناطق الخاضعة للسلطة الشرعية. فمصلحة الهجرة والجوازات بحضرموت تأثرت كثيرا بالأحداث، إذ يعاني مرتادي المصلحة وخاصة المرضى من تأخير كبير في عملية إصدار وثائق السفر كالجوازات وانعدامها حتى يتمكنوا من السفر وتلقي العلاج في الخارج. مصلحة الهجرة والجوازات هنا في حضرموت لم تعد تقوم بمهامها نظرا لامتناع الجماعة الإنقلابية في العاصمة صنعاء عن إرسالها. في الحال المرضية الآن يقولوا لي كل يوم كل أسبوع، يقول لي الأسبوع هذا الجواز، والآن نتردد في الجوازات لثلاثة أشهر ولا في يدوى ولا في أي إذن صاغي لنا، وكثير ناس زي آلاف يطالبون بالحالات وعندهم حالات مرضية، وفي ناس ماتوا مرضى منتظرين الجواز ولم يستخرجوا أي جواز. ولهذا بأعلى صوتي أناشد الجهات المختصة. أحد المواطنين توفي مؤخرا بعد أن كان يأمل بأن تتم عملية استخراج جواز سفره بشكل عاجل ليتمكن من السفر، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يحصل على جوازه. الآلاف من المواطنين ينتظرون جوازات سفرهم للسفر بغرض العلاج في الخارج أو للدراسة أو البعض الآخر للعمل، لكن جميع الطرق فشلت وتقطعت بهم الأسباب من الحصول على وثيقة السفر في ظل استمرار تعنت سلطة الأمر الواقع المتمثلة بجماعة الحوثي الإنقلابية تسليم حصة محافظة حضرموت من الوثائق المتعلقة بخدمة المواطنين مباشرة كدفاتر الجوازات وبقية الاستمارات الخاصة بذات المعاملة. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة سيئون.